السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير واحد الخبيزات ديال الهومبرغر. كيكونوا عندنا المقادير في الدار ساهلين وبساط، والطريقه حتى هي سهله، ما كتاخذش لنا وقت كثير. بالنسبه للمقادير، هنا عندنا 3 الكيسان ديال الحليب دافي، عندنا هنا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، خميره ديال الخبز، ومعلقه خماره ديال الحلوه ساشيه. هنا عندنا معلقه ديال السنيده صغيره، ومعلقه الملحه صغيره. وبالنسبه للزيت، هنا عندنا 6 المعالق كبار الدقيق، هذاكشي اللي غيجمع لينا، ولكن في الاول كنديروا كاس. انا نوريكم الطريقه. بالنسبه للطريقه، البنات كناخذوا الحليب كنخويوه في شي اناء بحال هكا. درنا 3 الكيسان الحليب، وغنضيف عليهم هنا معلقه ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال السنيده ماشي الملحه، الملحه كنخليوها هي الاخر. كي وريتكم البنات، درت معلقه ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال السنيده هي الاولى، وهنا غنزيد خماره. وغادي نحركم مزيان الطراب، وهنا غادي نضيف عليهم كاس ديال الدقيق اللي وريتكم. دابا ملي خلطناه مزيان، دابا غادي نخليوه يرتاح واحد شويه، غنغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح واحد شويه باش انا نكمل. البنات دابا غنخليوه، غنغطيه بالسلوفان بحال هكا، غنخليه واحد ربع ساعه وانا معاكم. دابا البنات، من بعد ما خمرات العجينه ديالنا كما كتشوفوا، غادي نزيد عليها هنا كما قلت لكم 6 المعالق ديال الزيت، ها الاولى، ثانيه، ثالثه، أربعة، خمسة، هي السادسة. وغندير هاد الكاس ديال الدقيق، دابا غنبقى نزيد بشوية بشوية، وغنبدا دابا البنات غنضيفو هديك الملعقة ديال الملحة عباش نبداو نخلطو. هي مخصهاش تشدلك، خصها هي تجمع، وهي كدلك راسها براسها. دابا غنستعمل يديا، غندير في كاس اخر غنستعمل يديا، دابا غنبقاو نزيدو بشويه بشويه، عينينا ميزان، ونخليوها شويه مرخيه، ما نقصحوهاش العجينه. البنات هاي العجينه ديالنا، من بعد ما جمعناها كتجي، هانتوما شوفو كي كيجي القوام ديالها، كيجي مرخي. درت فيها واحد القطيره ديال الزيت، واحد المعلقه صغيره ديال الزيت، ودهنتها بها، وغنخليها ترتاح نص ساعه وانا معاك. نغطيوها في السلوفان ونخليوها. البنات هاي دابا العجينه ديالنا، ها هي كما كتشوفوا خمرات. دابا غنديوها ونجيبوها شويه، وغادي نبدا نخرج فيها. البنات كما كتشوفوا الكاس راسها براسها، كاع ما نحتاجو ندلكوها حنا. دابا غنديوها ونجيبوها عي شويه،
وغنخرجوه. صافي دابا غنخرجوه. الناس كما كتشوفوا تبارك الله دالك راسها براسها، ما نشوفوا الفقيعات، شوفوا كي دايرين مدلوكه مزيان. شوف يعني ما تحتاجوا تعاودوا تدلكوها. دابا البنات كنخرجوهم بحال هكا، دهنوا يدينا شويه بالزيت باش ما يلصقوش لينا. شوف البنات تبارك الله كي مدلوكه مزيان راسها، كنخرجوها على شكل خبيزات بحال هكا وكنخليهم شويه بعاد من بعضياتهم. كنبقاو مستمرين هكا، كنخرجوا لنا قياس 4، ما كنفوتوش 4 في الطاوله. دابا غادي نكرسوهم شويه بحال هكا. دابا البنات غندهنهم بواحد ربع كاس ديال الحليب، غنديروا فيه معلقه ديال العسل وغندهنهم قبل ما يخمروا، حيت الا دهناهم حتى كيخمروا كيهبطوا لينا. غنشدوا معلقه ديال العسل مع ربع كاس ديال الحليب، البنات من بعد ما حركتو مزيان دابا غادي ندهن. دابا البنات غنكمل الطاوله الاخرى في الدهين وندير لها الزنجلان وغنخليهم يخمروا باش نديرهم في الفران يطيبوا. وانا معاكم البنات، هما الخبيزات ديالنا من بعد ما خمروا دابا غندخلهم يطيبوا. هما الخبيزات ديالنا وجدوا كيما كتشوفوا كيجيو زوينين وخفاف. هانتوما البنات كيجيو خفاف فاش فشين. البنات كما كتشوفوا الخبز ديال الهامبورغ ديالنا كيجي زوين وخفيف كما وريتكم، وتقدروا تصوبوا بهم بحال هكا، ديروا فيهم كاشير فرماج تفطروا بهم، ديروهم في الكوتي كيجيو زوينين. البنات الفيديو ديالنا غادي نساليوه هنا، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتابوناو ليا وديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وشكرا لكم بزاف.